الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل القاديانية من الفرق 73؟ لا، القاديانية كفار يا أخي، ما يدخلون في 73، كفار، لأنهم أثبتوا نبوة بعد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخاله الكتاب والسنة والإجماع، وحكم المسلمون بكفرهم، حكم المسلمون بكفرهم. نعم. هذا سائل يقول: هل الأحمدية يعتبرون كفار؟ نعم، بلا شك. من اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر. نعم. الله جل وعلا يقول: وخاتم النبيين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، سيكون بعدي كذابون 30، كل يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. على أهل الحديث قصرت حبي، فما لسواهم حب بقلبي.